اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من اطباء على الهواء ان شاء الله يا رب تكونوا مرتاحين ومبسوطين ببيوتكم بعد عطله نهايه الاسبوع ويوم عمل بكره اللي معطل اليوم نيالو اللي اشتغل اليوم يلا وقت يريح معنا ويسمع له أكمل معلومه حلوه اليوم حلقتنا كتير كتير حلوه وخصوصا يعني انا ما بدي استثني الرجال حرام احنا دائما بنستثنيهم بس للسيدات يعني حتكون جذابه اكثر اول شيء رح ابلش النصيحة اليوم زي ما عودناكم دائما بما انه موضوع حلقتنا اليوم زي ما انتم عارفين بالاعلان اللي كان نازل موضوع حلقتنا لليوم هو عن التجميل رح نحكي بتفصيل اكثر بس اعرفكم على ضيفنا نصحتنا اليوم بما انه بدنا نحكي عن تجميل بدنا نحكي عن عقلانيه المرضى وطلباتهم وتوقعاتهم آه هذا بيجي من, من خبرتي أنا دكتور محمد عدنان خليفة بعيادتي آه بشوف البعض من مرضاي آه ببعض الطلبات اللي غير واقعية يعني آه خليني أحكي مثال على صعيد آه طبيب أسنان آه بيجي بيكون آه أسنانه آه حلوين مصفوفين مرتبين آه ما مالهم شيء آه في شويه آه اختلاف آه باللون ما بين سن وسن بس عموما المنظر العام جميل ومقبول جدا جدا جدا، اللهم ربي بده متابعه بده شويه تنظيف روتيني وبكون شكله ممتاز، بيجي بده يعمل قشور خزفيه، بده يعمل هوليوود سمايل وانتم عارفين هلا في هاي ضجة عاملة الهوليوود سمايل واجراءات التجميل ومنخاري وعيني وشعري وراسي، حلو الواحد يدير باله على حاله لما هو بحاجة لهذا الموضوع. لما مش بحاجة لهذا الموضوع هذا شوي خطأ، وعلى الاغلب هذا المريض ويمكن الكثير من زملائي بوافقوني الرأي اللي مش بحاجة شكله مقبول وحسن صعب ارضائه. صعب انه يوصل لانه بيكون في بخياله شيء غير واقعي ومرات بيكون لدرجه مرضيه يعني فيها نوع من انواع الوسواس اوكي ومرات بتكون يعني مع الاسف بيكون شخص حسن المظهر جميل جدا او جميله جدا وما بيقدرش يطلع على حاله بالمرايه من قد ما هو بيتخيل انه شكله قبيح هذا الاشي أه على فكرة هو مرض نفسي مية بالمية وبحاجة إلى أخصائيين يتعاونوا معه ويعالجوه هلأ إذا عم نيجي لموضوع حلقتنا لليوم خلينا نحكي عن السيدات السيدات كتير يعني مع كل حبنا لهم يعني إن الله جميل يحب الجمال حلو الواحد يكون جميل بس أحلى جمال الجمال الطبيعي يعني الإجراء في مكانه يكون اذا انت حاجه بحاجه الى الى فعلا في مثلا ندب بالوجه في مكان ندبه فعلا هي بتكون بحاجه سيدة لانه توجد حلول هاي اذا كانت ليزر اذا كانت بوتوكس اذا كانت فيلر يعني يعبوا المكان في بعض الحالات فعلا بتحتاج في بعض الحالات بتكون ما شاء الله عليها مش ناقصه ولا شيء وبيعجبوا على حالهم الصبايا هالايام يعني ما بيتركوا شيء الا بيعملوه بحالهم وهم عمرهم لسه ما وصلش 25 طب بكره لما تصيري 80 شو بدك تساوي <applause> خلاص فاحنا نصيحتنا لكم انه التعقل والاخذ بنصيحه الطبيب لما يشوفكم اذا قالكم انه تمهلوا تمهلوا اذا اعطاكم خيار اقل حده واكثر جمال طبيعي من ما هو اصطناعي دائما ما زال لهذا اليوم بكل مجالات الطب الجمال الطبيعي احلى من الاصطناعي ما بيوصل الاصطناعي لدرجه الطبيعي ان شاء الله لقدام نقدر نعمل العجب في الطب بس في الوقت الحالي ما زال الطبيعي هو المرغوب طيب اليوم حلقتنا عن التجميل وبالذات بدنا نحكي عن موضوع التجميل وجراحة التجميل وأخصائي التجميل والجلد وكل هذا يعني ما بيخلص معهم المواضيع بس احنا بنحب نحكي اليوم على مادة معينة عاملة ضجة بآخر هالقرن والقرن الجديد عاملة فيهم هوس ألا وهو البوتوكس معنا اليوم عشان يخبرنا بتفصيل ممل عن هذا الموضوع وغيره دكتور صفوان العدوان مرحبا دكتور اهلا وسهلا فيك كيف صحتك؟ مساء الخير ويعطيك العافية الله يعافيك يا رب سعيدين جدا بزيارتك إن, ان شاء الله ما تكون غلبت بجيتك لهون ان شاء الله كان في زحمة اليوم انا عدت <تصفح> الحمد لله <تصفح> اعرفكم على الدكتور صفوان دكتور صفوان العدوان هو استشاري الامراض الجلدية والتناسلية Uh, والتجميل uh, هو لديه البورد الأمريكي في, تج... في تجميل الجلد البورد الأردني في الأمراض الجلدية والتناسلية البورد العالمي في معالجة الشيخوخة anti -aging يعني, uh, من بروكسل دبلوم uh, بالليزر التجميلي الزمالة الأمريكية في المضاعفات الجلدية للأمراض المزمنة جامعة جورج واشنطن والكثير من لم لم نقوله أعطيتكم هيك موجز بس من إنجازات دكتور صفوان دكتور صفوان أهلا وسهلا فيك شرفتنا شرفنا بهاي الزيارة بدنا نبلش بعد قولي شو رأيك بالنصائح اللي أعطيناها اليوم للمرضى عجبوك؟ والله يعني ما شاء الله عليك بس احنا في دائما بنحكي لكل لاي شخص يعني سواء فتاه او شاب بس على التجميل انه خليك عقلاني وشوف المنظر اللي يكون مقبول بالمجتمع احنا دائما من بنحكي دائما ضروري التقليد بضروري شخص اذا كان مشهور معين او مغني او ممثل او اي شيء بشكله هذا مش شرط انه يزبط عليك مم. هذا واحد اثنين مش شرط انه شكله هو الصح لا هو, هو شكله يمكن سينمائي او شكله ل... لنجوميته مم. لكن ما بيناسبك انت كشخص بالمجتمع فالتقليد هي دائما بتيجي دائما وراء التقليد بحيث انه الناس تسعى انه بدي اكون زي فلان او آه. بدي اصير زي فلان ايوه بدي زي شفايف بدي زي, هاي زي, زي, زي هاي. هاي نعم <تصفيق> 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 طيب دكتور احنا موضوعنا اليوم عن البوتوكس شو هو البوتوكس البوتوكس هي مادة هي عبارة عن سموم بروتينية تستخرج من بكتيريا اسمها كلوستريديا بوتيلينا ويعني عشان احنا نقرب الموضوع للناس ببساطة انه احنا اذا في من الاغذية العلب الاغذية وفسدت هاي العلبة تتكون فيها بكتيريا معينة فلما يأكلها واحد يصير عنده تسمم الآن التسمم بيصير كالتالي انه البكتيريا لما تتكاثر بكميات كبيره بتفرز سموم yes. هاي السموم لما ياخذها الشخص هي بتروح للجهاز العصبي uh -huh. وبتاثر بي اللي هي المواد ماده اسمها اسيتال اللي هي بتنقل الامر العصبي من العصب الى العضله uh -huh. فبتدخل السموم هاي بتدخل بالنص فما بيصير امر من الاعصاب الى العضلات uh -huh. الان هاي بالبدايه نحكي انه تم يعني هي بكتيريا اللي بتصنعه احنا الان البوتوكس بالتجميل او بمعالجه التعرق او بمعالجه الشقيقه واو لكن احنا نحكي بالتجميل هو انه انا بدي ابطئ او اسوي شبه شلل بسيط وقتي بالعضله بحيث انها ما يصير فيها اللي هي التطعيجات او ثنيات الجلد اللي بتصير أه. فانا استفدت من هاي البكتيريا باني انا استخدمت وظيفتها بشيء بدي اياه وقتي وهو محدود خلينا نوضح هاي المعلومه للمرضى يمكن عشان اذا ازع... اذا ازع... الدكتور صفوان قال هذا سم هو توكسين البوتوكس توكسين سم بيخرج من البكتيريا اوكي وهذا بيجمعوه وبكون له عيارات معينه هلا بيحكي لنا عنها دكتور صفوان هاي هذا السم هدفه انه يشل حركه العضله لفتره مؤقته انا يعني حبيت بس اركز انه العضله بتتحرك الموضوع لفترة مؤقتة وهذا توكسين سم فلازم يعطى بالمكان الصحيح وهلا بقول لكم ليش عم بركز على هذا الموضوع انه اسمه توكسين بالطب اسمه سم بعدين من خلال الحلقة بقول لكم ليش حبيت اركز على هاي المعلومة دكتور صفوان آه ايش انواعه هذا البوتوكس احنا في عنا ثلاث انواع هو نحكي البوتيلينم توكسين A و وسي و C. لان احنا عنا المستعمل بالتجميل هو اي بي لا يستعمل لاسباب كثيره تتعلق بحساسيه المرضى والناس لنوعية بي او سي فالرابط يعني هو نعتبره هو بروتين بالنهايه في رابط عندي معين الرابط هذا الجسم ما بيستقبله اذا كان بي او سي الا بحالات معينه فلذلك احنا في عندنا نوع من انواع امراض الاعصاب المزمنه وهي جدا بتكون نحكي يعني لا يمكن استقبال اي سيال عصبي من اي مكان اخر فبنضطر احنا عشان نوقف انقباض العضله هاي بصير عندهم ارتعاش فبنحقنهم بالبوتوكس تايب بي وسي لكن احنا بنستعمله هو اي بالتجميل بالتجميل يستعمل وحتى إيه؟ بالشقيقه بنستعمل احنا اي والصداع يعني ولا والسي ولا ما زالوا مستخدمين عموما يعني الان الشركات العالميه اللي بتنتج هذا ما بتنتج لا بي ولا سي بس يمكن هو بلش اكتشاف يمكن البوتوكس بهاي الانواع يعني شوي بدا بدا فيها وتحسن. هو ببدايه البوتوكس هو بدا بدا اكتشافه وكان يستعمل لعلاج نحكي الام الراس بشكل عام اللي هي الشقيقه اللي هي لا تستجيب لاي انواع من العلاج و أه. وتدريجيا لاحظوا الاطباء انه المرضى اللي بيحقنوهم تجاعيدهم بتخف اها وانزرعت الفكره بهذا الموضوع وتبنتها احدى الشركات الكبيره أه. وبلش الموضوع على التجميل أه. بس بالبدايه لم يكن التجميل اوكي فبلشت بشقيقه, نعم بشقيقة. وعلاج الشقيقه نعم. واكتشفوا كما كشف الكثير من الطب بالمحض الصدفه والحاجه هي ام الاختراع يمكن يعني بتخلي الواحد يلاحظ هذا الموضوع اكتشفوا انه له فائده ثانيه الا وهي شلل حركه العضلات وبيعطي هذا شكل انعم للجلد فوقه، على فكره دكتور كثير اشياء أن طبيا انكشفت بهي بهاي الطريقه زي البنسلين بالصدفة. زي نعم. الفاكسين زي نعم. كلها التخدير على التخدير نعم. كله على نفس النمط نعم. محض الصدفه نعم. وكان في انفنشن وراه طيب ممكن نحكي هلا لايش نستخدم البوتوكس عموما عموما هسا اكثر شيء يستعمل اله البوتوكس هو لل للتجميل او البوتيلينم توكسين أه. بالمناسبه انا ما أحبش احكي بوتوكس لانها هي تعتبر ماركه تجاريه ماركة من البوتيلينم توكسين فمنحكي احنا نسميه البوتوكس التجميلي خلينا أه. نسميه او ماده التوكسين الان هو يستعمل اكثر شيء للتجميل أه. احنا في عندنا يعني استعمال له قوي جدا وهو لتقليل التعرق أه. هسه الان احنا في عنا كثير من الناس عنده التعرق باليدين أها. او بالابط او بالقدمين وهي بتشكل له مشكله يس خاصه اذا كانت وظيفته بكتب او كذا او بيسلم على الناس بعض الاحيان بيجي هو دائما كل المرضى بيجوني انه انا في ناس ما بتحبش تسلم علي بسبب انه يعني إيديه بكونوا مبلولين او كذا م. فاحنا هذا من, من ثاني اكبر استعمالات ف اليدين والارجل والابط اكثر شيء والابط آه. آه. نعم أوكي. هاي الثلاث مناطق بنحقنها موضعيا زي ما بنحقن لل لازاله التجاعيد بالوجه ونفس الشيء وبالعكس هي مدتها شوي اطول بتستمر ل شهور طيب قلنا تجميل وتعرق وغير هيك الشقيقه وامراض الاعصاب كلها امراض الاعصاب اللي لها علاقه بنقل ال 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 الامر من العصب الى ال الى العضلات اها نعم اها اوكي طيب بحب اذكر برضه اعزائنا المشاهدين احنا رح نفتح خطوط التليفونات كمان شوي بتقدروا تحكوا مع الدكتور صفوان او تحكوا معي انا الدكتور محمد خليفه باي وقت خلال البرنامج رح نستقبل عدد معين من الاتصالات عشان نقدر نستفيد من ضيفنا قد قد ما بنقدر دكتور شو هو انت مستحب استخدام البوتوكس يعني انا اللي بدي اركز عليه بيجوك صبايا كتير يمكن مش بحاجة انت لا. بتحبذ يعني انت في استطباب احنا بنقول طبيا في استطباب في انديكيتد يعني مسموح او بنشجع على استخدام مين بيحتاج مستطب للبوتوكس الان احنا في في نقطة هي الاختلاف اختلاف اذواق الناس بالموضوع يعني هو